لو انت على وش جواز تعالى اقول لك 5 حاجات تسهل عليك التعامل مع جوزك، وهقول لك حاجه في اخر الفيديو هي سر عمار البيوت. انا ولاء واصحابي بيقولوا لي يا اروبا. كملي الفيديو للاخر ودوسي على كل الزراير اللي حواليا. هنا القاهره الى ربات البيوت. اول حاجه الاحترام، لازم يبقى في احترام متبادل بينكم، انت تحترميه وهو يحترمك، مش الحاجات اللي بنشوفها اليومين دول، ده ضربني قمت انا كمان ضرباه. لا يا جماعه والله عيب الكلام ده، لا يهينك ولا تهيني ولا يجرحك ولا تجرحيه، لازم يبقى في احترام بينكم. تاني حاجه نتشارك في الحوار مع بعض، يعني نقعد نرغي سوا، يحكي لي يومه كان عامل ازاي وانا احكي له يومي كان عامل ازاي. هما كده كده ما بيرغوش، بس حاولي، بس خدي بالك اما يقعد يحكي لك حاجه ما تقعديش تسخنيه وتقعدي تقولي له المفروض كنت تعمل كذا والمفروض كنت تسوي كذا واصلك مش بتعرف تتصرف واصلك واصلك واصلك، كده انت غلط، لانك كده بتهزي شخصيته وهتخليه ما يحكيلكيش حاجه تاني. قولي رايك بس بهدوء بعد ما تسمعيه للاخر. تالت حاجه اديله مساحه يشم نفسه شويه، لانه يا عيني من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، حقه انه يخرج وحقك انت كمان، والمثل بيقول ايه، ابعد حبه تزيد محبه. ما تسيبيه شويه يا ست انت ينزل مع اصحابه يغير جو ان شاء الله مره في الاسبوع. عارفه في ناس هترد عليا دلوقتي وتقولي ده بينزل كل يوم، هقول لها اهدي شويه بس كده يا حاجه، وانت كمان شوفي لك حاجه بتحبيها اقعدي اعمليها، حابه تخرجي مع اصحابك اخرجي انت كمان غيري جو، مش حابه اقعدي في البيت شوفي لك حاجه حلوه بتعمليها وبتحبيها واقعدي اعمليها. كل واحد هيرجع مبسوط ومش هتزهقوا من بعض. رابع حاجه حبيه، ولازم تحسسيه انك بتحبيه وبتهتمي بيه، يعني كلميه مره في الشغل تطمني عليه، مش كل 3 دقايق وتعطليه عن شغله، وهو مش كل 5 دقايق يتصل بيكي يشيك عليك، مش حصار هو، كفايه مكالمه واحده في اليوم منك ومنه وكل واحد يشوف شغله. 5 حاجه ومش الاخيره، لازم تقبلوا النقد من بعض. يعني ايه؟ يعني لما حد يعمل حاجه مش مقصوده والتاني يعلق عليها مش عيب، او ينصحه بلاش دي، مش لازم القمص وقلبه الوش، ده جوزك ودي مراتك، يعني مفيش فرق بينكم، وما توقفوش لبعض على الواحده، ده قال لي دي قالت لي، اهدوا شويه يا جماعه. اهم حاجه بقى وده سر عمار اي بيت، اللي بينكم ما يطلعش بره خالص ولا لاي حد مهما حصل، حتى لو كانت حاجه صغيره او هايفه او مش مستاهله، تفضل بينكم انتوا الاثنين وبس، ما تحكوش حاجه لحد عن حياتكم، واللي بينكم يا جماعه مش من حق حد يعرف. انا كده خلصت ذمتي منكم عشان ما حدش يجي يقول لي الجواز وحش.